احنا نعرف النهارده اخبار الطقس ايه ونشوف احوال الجو خاصه في فصل الشتاء، نعرف هل في بقى امطار، هل في سيول، هل في شبوره. ولكن تعالوا بقى نعرف من هيئه الارصاد الجويه اللي النهارده كشفت انه يوم الخميس هيكون حاله الطقس استمرار فتره من عدم الاستقرار بالاحوال الجويه. واشارت كمان هيئه الارصاد الى انه هتشهد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيمة بتتراوح من 5 لـ6 درجات على معظم الأنحاء. وأضافت كمان هيئة الأرصاد أنه كمان هيبقى فيه أمطار من متوسطة لغزيرة، هتكون كمان رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة. تعالوا نروح دلوقتي نشوف بيان درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم.